الوحدة الوطنية وأمن البلاد في صلب خطبة الحملة الانتخابية هو موضوع نقاش ساعتنا الإخبارية مشاهدينا. لإثراء هذا الموضوع أكثر يلتحق بنا الدكتور نبيل كحلوش، باحث في التخطيط الاستراتيجي. أهلا بك دكتور. السلام عليكم، شكرا للاستضافة ومرحبا بجميع المشاهدين. أهلا. إذن خطابات المترشحين والأحزاب المساندة، وإن اختلفت أساليب الإقناع وتعددت البرامج، إلا أنهم أجمعوا كلهم على تعزيز اللحمة الوطنية في مجابهة التهديدات الخارجية. هل يعكس ذلك الفطنة السياسية للمتنافسين وعزمهم على تحمل المسؤولية تجاه الشعب والوطن؟ نعم، على كل حال الأمر الذي لاحظناه مؤخرا هو أنه فعلا توجد حملة فيها كثير من الأفكار، فيها الكثير من الطروحات، الكثير من الاقتراحات، تفاعل أيضا كبير، وهناك هدوء بصفة عامة، احترام متبادل ما بين المشاهدين أو عفوا المشاركين. نعم، وإنما في الوقت نفسه توجد بعض الملاحظات. أستاذة نسرين، التهريج السياسي شيء والحملة الانتخابية شيء آخر تماما، لأنه ببساطة حينما يقوم أحدهم بالتهريج بشكل معين فهو لا يسيء لنفسه أو لحزبه، وإنما يسيء بالدرجة الأولى إلى الراية التي يقوم بالنشاط السياسي باسمها، أي الراية الوطنية. فلذلك الانتقادات والاتهامات لن توجه إليه شخصيا بقدر ما ستوجه إلى ما يمثله من محيط سياسي. الأمر هذا الذي لم يفهمه بعض المترشحين للأسف، أو عفوا لم يفهمه بعض الذين يروجون للمترشحين للأسف، ولم يحترمه كذلك بعض النشطاء السياسيين سواء على المستوى الميداني أو حتى على المستوى التواصل في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على المستوى الإعلامي أيضا. الأمر الذي لابد أن ننتبه إليه ما دامت هناك أيام تفصلنا عن الانتخابات، يعني ما زال كاين الوقت للاستدراك. نعم، حسبكم دكتور نبيل كحلوش. روح كيف بارك الله فيك، الله يستر. لا لا، روح روح. حسبكم دكتور نبيل كحلوش، كيف يساهم التركيز على تعزيز اللحمة الوطنية في البرامج الانتخابية للمترشحين في معالجة التهديدات الخارجية التي تواجه الجزائر، وما مدى ربما فعالية هذا النهج في تحقيق الوحدة الوطنية واستقرار البلاد؟ قضية الوحدة الوطنية أو قضية أيضا الأمن القومي الجزائري، الأمر هذا مرتبط كما قلت من البداية باحترام كل ناشط سياسي، باحترامه لقواعد اللعبة السياسية في حد ذاتها. بمعنى أن هناك تهديدات حاليا على المستوى الخارجي، اليوم قبل بضع ساعات إذا لاحظتم قتلى في مالي على الحدود الجزائرية، إذا لاحظتم كذلك مؤخرا تحركات على الحدود الجزائرية الليبية. بمعنى أنه أي خطأ في تقدير الموقف على المستوى الاستراتيجي أو الخارجي عموما راح يؤدي إلى نتائج داخلية، فلذلك اتخاذ موقف مع دولة معينة أو اتخاذ موقف في قضية معينة، الأمر ليس مرتبطا بميولات الأشخاص أو إيديولوجياتهم، وإنما مرتبط بماذا إدراك هؤلاء الأشخاص للمصلحة العامة. بمعنى أنه حتى وإن كانت لدينا تحفظات أو انتقادات لمسار سياسي معين داخلي أو خارجي، إلا أن هناك قواعد لعبة عامة إن صح القول، قواعد لعبة عامة ومشتركة ما بين الجميع، من أهمها هو إعادة صياغة تفكيرنا في الإقليم المغاربي والمتوسطي والإقليم الإفريقي عموما في الساحل وفق ما تتبعه من نتائج، لأنه ببساطة الحروب التي رأيناها على سبيل المثال في أوكرانيا أو في غزة وكذلك حتى في السودان هي بعيدة من الناحية الجغرافية، ولكن تداعياتها كلها إذا لاحظناها في الآونة الأخيرة باتت في محيط الجزائر. وتلاحظون حتى مؤخرا بعدما قامت الجزائر بهبة إنسانية نحو لبنان وأرسلت إليها باخرة محملة بالفيول 30,000 طن، لاحظتم جيدا أن هناك بعض الأطراف التي استغلت هذه الأزمة اللبنانية وهذه الهبة الجزائرية من أجل نستطيع القول صياغة واحد المواقف غريبة جدا، بمعنى أنه يورطون بأي طريقة أو بأخرى السياسة الجزائرية في حسابات أخرى تماما. وهذا هو الأمر الذي لابد الانتباه إليه سواء من طرف النخب السياسية، الناشطين، الفاعلين، الإعلام، مهما كان، حتى ندرك جيدا الموقف الخارجي، لأنه السياسة الخارجية الجزائرية هي امتداد للسياسة الداخلية في حد ذاتها. فحينما تكون هناك اتهامات أو مؤامرات أو أي حركة سياسية تهدد الداخل الجزائري، ف
السياسة الخارجية سوف تتضرر بمقدار تضرر ذلك الداخل أيضا، وهذا هو الذي نراه في المثال الجزائري قبل عدة سنوات حينما تراجعت الدبلوماسية الجزائرية بفعل ماذا؟ بفعل الأوضاع الداخلية في حد ذاتها. نعم، طيب دكتور كحلوش، في ظل الحديث المتكرر عن التصدي للمؤامرات والتهديدات الخارجية، الخطوات العملية التي اقترحها المترشحون الثلاث لضمان أمن الوطن واستقراره، كيف يمكن تقييم جدوى هذه الاقتراحات؟ الاقتراحات على كل حال مختلفة من خلال يعني برامج كل طرف سياسي، ولكن هناك أمر يمكن تقديم ملاحظة حوله. أولا، كانت هناك مقترحات حول التعامل الإعلامي مع الحملة الانتخابية قبل بضعة أسابيع، نعم وقد اتفقت العديد من الفواعل الإعلامية في الجزائر على صياغة بين قوسين بروتوكول مهني للتعامل مع الانتخابات الرئاسية وفق قواعد معينة. هذه أمر جيد جدا، لأن المقترح جميل لم يكن سابقا في الإعلام الجزائري. وكذلك رأينا مثلا مقترحات أخرى تخص طريقة مراقبة الانتخابات، طريقة التبليغ عنها. ولكن مع ذلك أستاذة نسرين، فلا بد أن نقدم انتقادات ضرورية جدا إذا أردنا أن نحترم الانتخابات الجزائرية التي تمثل الرئاسة وليس شخص الرئيس، الرئاسة في حد ذاتها كمنصب. نعم إذا لاحظتم مؤخرا التهريج السياسي الذي قام به البعض دون أن نسمي أي أحد أدى إلى بلبلة كبيرة جدا. اليوم على سبيل المثال ولا الحصر، تم تداول على مستوى قنوات إعلامية نعم عدة أنه تم القبض على مشتبه به أو مشتبه فيه في تقطيع صور الناخبين نعم أو لوائح انتخابية أو لست أدري ماذا بالضبط أرادوا أن يوصلوا الرسالة. ولكن في كل الحالات أمر، أعتقد أنا في نظري أنه أمر تافه حتى يتم التعامل معه إعلاميا بهذا الشكل، نعم بمعنى أنه هذا الطريقة في تغطية الأحداث والجزئيات مهما كانت صغيرة ثم جعل من الحبة قبة، هي التي تجعل من الانتخابات ليس كما يقول البعض عرسا انتخابيا أو شيء من هذا القبيل، وإنما كأنها مرحلة من الضغط على الشعب وعلى الإعلام من أجل ترويج أفكار أو إحداث بلبلة فقط من أجل كسب التفاعل. هذا الأمر لا يخدم لا الانتخابات الرئاسية ولا أصلا شكل المنصب الرئاسي في حد ذاته، ولا يخدم أصلا طريقة تقدم وتطور الانتخابات في الدول عموما من بينها الجزائر. بمعنى إذا أردنا أن نصل إلى مستوى معين من إدارة الانتخابات الرئاسية ومراقبتها وكذلك التعبئة من أجلها، فلا بد أن تتغير بعض الوسائل وبعض المقاربات. نعم، شكرا جزيلا لك. إذن الدكتور نبيل كحلوش، باحث في التخطيط الاستراتيجي.